سنقوم بشرعنة كل البؤر الاستيطانية، وسنرفع كل القيود المفروضة على البناء في المستوطنات. كان هذا رد بيتسل إيليس مودريتش وزير المالية الإسرائيلي على الإدانة الأمريكية لقرار الحكومة الإسرائيلية بشرعنة 10 بؤر استيطانية والسعي لبناء 10,000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية. نقلنا للجانب الأمريكي وجهة نظرنا وذكرنا مصالحنا، والإدارة الأمريكية تعرف مدى التزام هذه الحكومة بالاستيطان. من المقبول أن تكون هناك خلافات بين الأصدقاء، والأمور ستستمر على ما هي عليه الآن. وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن عن إدانة الإدارة الأمريكية لشرعنة إسرائيل للبؤر الاستيطانية، والإعلان عن نيتها السماح ببناء 1,000 الوحدات الاستيطانية الجديدة. وقال بلينكين إن هذه الخطوة أحادية الجانب تزيد من التوتر وتشكل عقبة أمام حل الدولتين. وتعتبر إدانة بلينكين هذه هي الأولى التي تصدر من الإدارة الأمريكية ضد حكومة نتنياهو. للأسف الشديد هذا ما هو متوقع من حكومة تستند إلى اليمين المتطرف ممثلة في سموتريتش وبنغفير الذين يريدون تحقيق أجندتهم السياسية على حساب مصلحة إسرائيل القومية. نتنياهو يرضخ لذلك لأنه يريد إنقاذ حكومته. ويتخوف مراقبون في إسرائيل من أن تؤدي سياسات حكومة نتنياهو المتطرفة إلى أزمة خطيرة مع الولايات المتحدة. في تقريره لأبرز المخاطر الاستراتيجية التي تواجه إسرائيل لهذا العام، وضع معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي سيناريو تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة كأخطر التهديدات. والآن يبدو أن حكومة نتنياهو بخطواتها الحالية قد تجعل من هذا السيناريو واقعا على الأرض. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس.